النظام الرئاسي، طريق تركيا إلى القمة وإنجازات مشرفة. الرئيس أردوغان، نقطة تحول استراتيجية. تركيا تقول لا لكبرى القوى العالمية. في 24 يونيو حزيران عام 2018 أجريت انتخابات عامة ورئاسية معا في تركيا، حصل فيها الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.59% من أصوات الناخبين، ليكون بذلك أول رئيس في النظام الرئاسي للبلاد. منذ يونيو حزيران 2020 وحتى الآن شهدت تركيا أحداثا هامة. في 21 أغسطس آب 2020 أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف أكبر حقن للغاز في تاريخ البلاد في موقع تونة بحقل سكاريا في البحر الأسود باحتياطية 320 مليار متر مكعب. ومطلع يونيو حزيران الجاري أعلن الرئيس أردوغان أيضا ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المكتشف في المنطقة إلى 540 مليار متر مكعب. وبعد عقود من استخدام آيا صوفيا كمتحف، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا في 10 يوليو/تموز الماضي قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر عام 1934 بتحويل آيا صوفيا بإسطنبول من مسجد إلى متحف. وآيا صوفيا صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاما مسجدا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط. وفي آخر جمعة من مايو أيار الماضي افتتح الرئيس أردوغان جامعة تقسيم بالقرب من الميدان الذي يحمل الاسم نفسه. هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من عهد قطعه على سكان إسطنبول حين كان رئيسا للبلدية الكبرى للمدينة. واستكمالا لتنفيذه مشاريع في مختلف المجالات، افتتح أردوغان يوم 29 مايو أيار المنصرم برج تشامليجا في إسطنبول، وذلك بعد أن انطلقت أعمال بنائه عام 2017. يبلغ طول البرج 369 مترا بارتفاع 587 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويتألف من 49 طابق ارتفاع كل منها 4.5 أمتار، منها 4 طوابق تحت الأرض. وفي أواخر مايو أيار الماضي أعلن الرئيس أردوغان توقيع بلاده اتفاقية مع بولندا لتصدير طائرات بلا طيار مسيرة مسلحة إلى العضو في حلف شمال أطلسي ناتو. وقبل ذلك بأيام أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك اعتزام بلاده شراء 24 طائرة مسيرة من تركيا من طراز طائرات بايركتار TB2 المسلحة.